أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. هني جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحلول شهر رمضان المبارك، عاد الله علينا بالأمن والبركات. هلكم وحنا كسلام يا دمان أمة الصوماليد، وأشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحلني رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وأتمنى لنا جميعا أن تكونوا بخير وصحة وسلام. إلهي وحي ذكرت شني عاثمات في رمضان، رمضان ترون نقص وقش خير يا بشبش جبر واقع. أنت حنوصلنا سنة إلهي سبحانه وتعالى دم بيقول ده فع عاثمات نصي. أنت نجوه سيسوا بهاي جام دونك وقش على عنا وكشره إنه إلهي قلنا حريسته. آمين يا رب العالمين. رمضان توا تشانس أنا هلين ضد بضم بمان تشعرين الصومان، لكن إيد تشر كشره نجوه سيء. إلهي وحن كبر إياه تاني تقدم بيسمينه جانية قار قرض في رمضان. اللهم آمين يا رب العالمين. رمضان مبارك وكل